تسمع الاذان الخوت هو يريح. كنا غاديين الخوت هو يوقف يسمع الاذان هو يوقف ويريح بغى يفيلميه. سبحان الله العظيم فعلا كنا غاديين كنديروا ليمونيمون دابا تصدق السيد ريح حط الارض وبقى كيفيلمي باش حل عندي سوفينير وربما هذا هو يكون السبب ان شاء الله باش يبقى عندي ذاك الفيديو مره مره غادي نشوف فيه ان شاء الله. لا لا وقف الراس بالله وقف الراس تجلس ويزقى سبحان الله العظيم. الله يسمح لي انا كنهضر في هذا الاذان هذا وما بغيتش باش نوريكم شنو كاين وصافي. ما كيسمع الاذان كيريح بحال كيخشعو ما عرفتش واش كيخشعو داك الاذان ما عرفتش. الله يجيب لي الهدايه يا ربي يجيب لي الهدايه. مسكين واحد الله كيبقى فيا بزاف بزاف اش كيدير شو حبيبتي ماي فانتور اش كيبان لكم الاصدقاء غماد عيني. يلا حل هذا. قال لك ملي كيسمعوك يخليه كيبكي باغي يبكي مسكين كيبكي مسكين الله يتخشاني واحد الله العظيم الخوت كيبكي كيسمع الاذان كيبدا يبكي. قالك ما عندوش بحال هاد الشيء هذا في بلادو كيبكي الاصدقاء الله يدير. المهم يا ربي شهدي يا الاصدقاء يا شباب الله يجزيكم بخير. اش كيبكي وحق الله قال انا صورت لكم معطل لقيت عليك كيهضر مع سي هو. لا هو اللي قال عليه قلت له شنو قال لي راه خلاني نبكي. مانكش بعيد عليه شويه الخوت ملي كنت كنهضر وقطعت. I will know many times I've been sung since it started, you know. Yeah. Since they believed in. كيبكي الخوت راه تبوع ديالو حاصل. مليون مليون. شو الخوت. Yeah. عطيه مساحة. يا ربي تهدي يا الخوت. اليوم مع الخوت الله يجزيكم بخير. انا مشيت مع النصارى بزاف صراحه ولكن هذا السيد جاني سبيسيال والله العظيم زعما مشيت مع النصارى والحمد لله لي ميساج ديما كنوصلو للنصارى ولكن